في اجتماع مهم جدا هيعقد بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وشركه الكره خلال الساعات اللي جايه عشان يناقشوا بعض الامور المرتبطه المرتبطه بالفريق ومواقف آه موسيماني في الفتره الاخيره تحديدا فيما يخص التجديد خلال الفتره اللي جايه في اقتراح انه بعض جه من بعض الاعضاء سواء في شركه الكوره او لجنه التخطيط بتاجيل التجديد لموسيماني لما بعد كاس العالم للانديه وفي اصوات تانية من امبارح بتكلم الكابتن الخطيب في مساله حسم التعاقد او التجديد قبل السفر للمونديال تحسبا لضغط بعض الانديه او المنتخبات على موسيماني خلال الفتره دي عشان كده في دعوه لاجتماع يعني في اراء منقسمه في راي اللي كان متبنيه الكابتن محمود الخطيب وبعض من اعضاء شركه الكوره ولجنه التخطيط انه موسيماني العقد بتاعه هيتجدد ما بعد مونديال الانديه في اراء اخرى بتقول لا خلونا نخلص من دلوقتي عشان الراجل يركز في كاس العالم الانديه ونعمل نتائج كويسه هيقعدوا مع بعض ويشوفوا القرار النهائي فيما يخص تعاقد موسيماني عشان الامور تبقى محسومه